السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسليم. إن شاء الله النهاردة هنعمل البرجر في البيت بطريقة مضمونة بلحمة أنت عارفة أنت جايباها منين، وبطريقة سهلة إن شاء الله وهتعجبكم. وهنعمل معاكم الكايزر اللي هو بيتحط فيه البرجر اللي هو العيش الفينو، يعني اللي هو الكايزر القرص. هنعمل بقى معانا، بصوا يا جماعة أنا هقول لكم الأول مقادير بتاعتي الكايزر وبعد كده هقول لكم مقادير البرجر، بس طبعا انا مش عايزه اجيب لكم الاثنين مع بعض عشان ما تتلخبطوش. اول حاجه خالص قبل ما نعمل البرجر ولا نعمل حتى العجينه، معانا ربع كيلو فول صويا، احنا معانا نص كيلو لحمه، نص كيلو اللحمه قصادها ربع كيلو فول صويا. ماشي يا جماعه، اللي مش عايز يحط الفول الصويا بيعملها باللحمه وخلطه البرجر بس. هنحط ربع كيلو اهو، انا مش هاخده كله عشان انا مش عايزه ازود، هو لما بتنقعيه بيزيد. انا هسيب حبه على جنب كده، هاخد رق يعني انا خدت سبت مثلا لو هم 4 كوبايات سبت كوبايه على جنب. هو نص كيلو لحمه بيتحط عليه ربع كيلو فول صويا حسب بقى ما انت عايزه تحطي كتير. معانا ميه دافيه اهي، ده قبل ما نعمل اي حاجه يا جماعه لازم نعمل الخطوه دي عشان نسيبه يتنقع اهو، دي ميه دافيه. ماشي، هنحطه بقى زي ما هو كده على جنب وهنسيبه شويه مثلا نص ساعه بالظبط عشان نعمل بيه البرجر. مقادير بقى الكايزر انا ما قلتهاش طبعا، انا هقول لكم المقادير بتاعه الكايزر دلوقتي اللي هو العيش اللي بيتحط في البرجر. اول حاجه كيلو دقيق، طبعا كيلو دقيق واتنين كيس خميره وكيس لبن بودره وواحد بيكنج باودر وذره ملح ومعلقتين كبار سكر من المعلقه دي وعلبتين زبادي وربع كوبايه زيت وثلاث معالق خل وميه دافيه طبعا للعجن. ماشي يا جماعه، اول حاجه معانا هنشتغل بقى على طول في مقادير المقادير على طول. اول حاجه هنحط السكر هنا، هنحط حبه ميه دافيين عشان الخميره تتعمل بسرعه. مش الخميره يا جماعه، التخمير، التخمير بتاع لازما يا جماعه تسيبوها لما تفور تلاقوها فارت في الكوبايه كده وطلعت شويه، يبقى كده خلاص الخميره اشتغلت مع السكر وكده تعمليها العجينه بيها مش هتبوظ. معانا زهره الملح نحطها على جنب كده، هناخد 2 كيس خميره اهم، الخميره اللي هي الفوريه يا جماعه اهي. احنا بنحط السكر ليه مع الخميره؟ السكر بيساعد الخميره تخمر بسرعة. كده فضيت الكيسين اهم، اقلبهم تقليبة كده بسيطة يعني اهم كده عشان ينزلوا في المية. بالظبط 10 دقايق باذن الله وهنلاقيها فارت في الكوبايه وخلاص كده هيبقى هنحطها على العجينه على طول اهي. هنركنها على جنب كده. معانا الدقيق اهو، ده كيلو كامل، انا جايبه كيلو دقيق كامل. هنخله بقى طبعا، اي حاجه يا جماعه تيجوا تعملوا الدقيق يعني تيجوا تعملوه لازم يتنخل. هنخل بقى كل الكمية وبعد كده اوريكم الخطوة اللي بعد كده بصوا يا جماعة بقى، انا نخلت كيلو الدقيق كله اهو، كيلو كامل يا جماعة، انا عملت كيلو عشان يعمل كام سندوتش يعني معانا. انا قلت الزبادي يا مصطفى في المكونات، ومعانا علبتين زبادي. بصوا يا جماعة الخميرة اهي، بصوا انا سبتها لغاية ما فارت ازاي، هي كانت ربع الكوباية، حطيت لها معلقتين السكر وكيسين الخميره فارت زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. اول حاجه هنحط ذره الملح على الدقيق المنخول،
3 معالق خل كبار مليانين، يعني مليانين. بصوا يا جماعة، اهم حاجة في المعجنات دي، انا طبعا عاملة عندي في القناة معجنات، بس انا قلت اعمل معاكم ايه الطريقة دي. ربع كوباية الزيت يا جماعة، اهي اهم حاجة يا جماعة في المعجنات تسيبوها تخمر. انا والله عملت قبل كده فينو، وصراحة استعجلت ما خمرش، اقول لكم الحقيقة ولا كدب باظ مني. فاهم حاجة باذن الله ان شاء الله هنسيبها تخمر ايه وتاخد وقتها. بيكنج باودر معلقه ونص بس، انا طبعا هو الكيس يعتبر معلقه ونص، احط كله. ومعانا كيس اللبن البودره، هنحط الزبادي طبعا. يا جماعه اما نيجي نعجن لازم نعجن بميه دافيه، دي زبادي بلدي يا جماعه، ما ينفعش الزبادي اللي هي فيها السكر او اي حاجه، لازم الزبادي البلدي. بصوا كده يا جماعه الخميره عماله تفور، بصوا ازاي انا هشيلها بقى، لان هي بصوا اهي، بصوا هنزل بقى. طبعا بقى العجن يا جماعه هشتغل بايدي وميه دافيه بقى. بصوا هاخد بقى المكونات دي مع بعضها كلها كده، انا هعجنها طبعا بميه دافيه، وهعجنها هي تبقى ملزقه شويه في ايدي، مش مهم، هي عجينتها بتبقى كده، بتبقى ملزقه بسيط، وبتدوها بقى ايه صراحه يعني ايه وقتها في العجين، تقعد 10 دقايق تعجنوا فيها. دي ميه دافيه هتخمر معاكي العجينه بسرعه. احنا هنعمل معاكم برضو البرجر اللي هو باللحمة النهاردة، وهقول لكم المكونات بتاعته سهلة وبسيطة ومضمون يا جماعة في البيت، بدل ما تشتروا من بره، وبيبقى اصلا دلوقتي احنا اللحمة شاكين في امرها، مش عارفين اللحمة دي بتجيلنا من انهي بلد، فالواحد بيقول انت هتجيبي ممكن تجيبي ربع كيلو لحمة وتحطي عليهم كوباية فول صويا، كوبايتين فول صويا، بدل ما تشتروا من بره. بصوا يا جماعه بقى انا هعجن، بصوا 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 هي نضفت اهي، بصوا بس لسه برضو هحط الميه قدامكم، انا مش عايزه افصل عشان ايه اوريكم لغايه ما هوصل لايه، وبعد كده هوقف بقى مش هحط ميه تاني. طبعا العجينه دي بعد ما تخلص وتتخمر واجي اقطعها، هحط في الوش، هحط كوباية، هقول لكم برضو بس مش دلوقتي عشان ما تلخبطش ولا اخبطكم. الوش بتاعها هدهنه بمعلقة لبن بودرة ومعلقة سكر وكيس نسكافيه اللي هو كوفي ميكس، عارفينه يا جماعة. هحطه في كوباية حبة مية دافيين، وهدهن الوش عشان انا ما قلتلكوش المقادير بتاعة الوش ايه، وهحط سمسم بس. بصوا يا جماعة بقى يعني هعجنها بقى خالص لغاية ما تنعم خالص، وهوريها لكم لانها تاخد وقت. بصوا يا جماعه انا قعدت ايه عجنها كده يعني على الرخامه شويه، وحطيت دقيق، وايدي كنت حاطه فيها نقطه زيت كده ودعكها بس عشان ما تلزقش في ايدي اهي، يا كده نعمت خالص اهي. لازم تنعميها من جوه خالص عشان ما يبقاش فيها حاجه مزغمده من جوه الدقيق، ما يبقاش فيه كلاكيع يعني كده اهي. هلمها لكم بقى واوريها لكم. بصوا بصوا اهي هي كده خلاص. احطها بقى في البلاستيكيه دي واقفلها خالص. قبل ما تحطيها على الرخامه لازم تحطي سن الدقيق، وهتحطي في ايديكي كده سن الزيت عشان ما تلزقش،
اهي كده اهي لمت اهي اهي احطها بقى هنا رش رش الدقيق بس عشان ما اجي اطلعها برده اهي 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 هي خدت عجن شويه 10 دقايق بالظبط كده قعدت اعجن فيها لغايه ما نعمت خالص من جوه اهي هقفلها بقى خالص عشان ما يخشلهاش هوا يا جماعه اهم حاجه بتتحط في مكان دافي وما يخشلهاش هوا خالص عشان تخمر انا هقفلها بالكيس ده كله كده هقفلها بقى خالص واحطها في مكان دافي واغطيها كمان بفوطه عشان تتخمر كويس كده خلاص يا جماعه انا عملت العجينه وحطيتها زي ما وريتكم كده تتخمر طبعا انا نقعه ده بقى له نص ساعه هو الفول الصويا اهو في ميه دافيه اهو هو طري خالص اهو فهو كده خلاص هعمله ومعانا المقادير بقى بتاعه البرجر يا جماعه طبعا الفول الصويا 3 كوبايات من دول يا جماعه ماشي 3 كوبايات من دول على نص كيلو اللحمه ومعانا بصوا اللحمه اهي انا مقطعاها عشان اعملها في الكبه ومعانا بقسماط انا كنت عاملاه في البيت اهو هاخد منه معلقتين عشان يمسك في بعضيه وبصلايه بشرها اهي انا مش هاخدها كده انا هعصرها من المايه اللي فيها واحطها مع الخلطه في الكبه ومعانا طبعا خلطه البرجر اللي هي العاديه خالص دي لازم يا جماعه نجيبها عشان بتخلي طعم البرجر كده كويس وحلو لو مش موجوده الخلطه دي ومش عايزه تجيبيها يعني هتحطي معلقه ثوم باودر على معلقه بصل باودر على جميع التوابل اللي عندي ماشي هي عباره عن توابل يا جماعه ماشي يا جماعه انا حبيت اجيبها عشان ادوقه بالخلطه انا عندي توابل بس انا عايزه اعملها ايه بالخلطه عشان ادوق طعمها يعني احنا طبعا اتفقنا ان نص كيلو اللحمه عليه ربع كيلو ايه الفول الصويا ماشي يا جماعه عشان بس ما انساش حاجه والعجن يا جماعه انا برده الكوبايه دي خدتها هي دي بس كده ميه دافيه للعجن يعني 3 كوبايات فول صويا دول للبرجر وللعجن كوبايه واحده من اللي هي قد دي كده ميه دافيه ماشي يا جماعه يعني انا خدت كوبايه زي دي كده بس معلش انا بقى بقعد اعد وازيد عشان ايه الحاجات تطلع مظبوطه بالظبط لان انا ايه بجرب الحاجات دي اوقات من على النت اوقات بلاقي في حاجات مش مظبوطه صراحه فبقول ايه مثلا لما اجي اقدم حاجه عندي لازم انا اقول لكم ايه المقادير بالظبط مظبوطه عشان ما تبصش منكم ويحصل حاجه وتقولوا ايه مثلا انا السبب بصوا يا جماعه اول حاجه نجيب شاشه او اي حاجه هننشف بيها هنصفيه خالص هننشفه خالص من الميه لان لو حطيتي ميه في اللحمه مع الخلطه الخلطه هتفك منك انت على قد ما تقدري كل الحاجات اللي معاكي ما يبقاش فيها ميه خالص اول حاجه اهو هاخده واروح اصفيه انا معايا الفرطه بتاعت اللي هي شاشه كده خفيفه عملت فيها الكسكسي قبل كده وغسلها طبعا ومنضفاها هنحطه بقى كده اهو بصوا نزل ميه قد ايه بصوا اهو احنا ليه بنعمل الخطوه دي يا جماعه عشان البرجر لو دخله ميه هيفك زي ما قلت لكم اهو هنشطب بقى كده كده يا جماعه اهو انا صفيته خالص اهو بصوا اهو ما فيهوش ميه خالص اهو هاخده بقى هناك هنفضيه بقى بعد ما عصرناه وصفيناه من الميه خالص اهو طبعا انا عامله دي بقى للحاجات اللي هي زي كده للكسكسي للحاجات اللي هي زي كده عندي وبغسلها وبشيلها طبعا بغسلها مش بالاريال اللي ليه ريحه بنضفها وبعد كده ايه بعقمها بالخل وبعد كده بشيلها ايه لاي حاجه انا اعمل بيها كده اصفي بيها حاجه للاكل يعني معانا الكبه اهي ميزه بقى البرجر يا جماعه اللي بتعمل في البيت ان انت بتعمليه قدامك اللحمه وكل حاجه قدامك طبعا اللي مش حابه تفرم اللحمه في البيت تفرمها بره براحتها اول حاجه هنحط اللحمه انا هحط حبه حبه معاكم يا جماعه عشان تخلطوا حلو
بصوا يا جماعه انا هقفل التصوير لغايه بس ما اعمل اللحمه كلها في الكبه واجي ارجع لكم تاني واوريكم انا عملت ايه. كده يا جماعه انا فرمت اللحمه اهي في الكبه خالص، هحط بقى معاها الفول الصويا اهو. هو بقى الفول الصويا ده لما بيتنقع بيزيد قوي. بصوا يا جماعه هضربهم شويه عشان بس الدوشه بتاعت الكبه وهوريها لكم. انا كده خلطت اللحمه والفول الصويا مع بعض اهو، هشيل بس حبه منه على جنب كده اخلطهم برده بس عشان ايه الحاجات ما تبقاش تقيله على السكينه، اخلي دول كده هنا على جنب شويه. كده خلاص عملناهم صح. هنمسك بقى البصلايه المبشوره دي اهي، هنعصرها كده خالص من الميه اللي فيها، هي بصلايه واحده صغيره يا جماعه. هنحط بقى معانا الخلطه بتاعت البرجر اهي كلها، كل الكيس معانا. طبعا احنا عندنا هنا بيحبوه سبايسي، هعمله مشطشط شويه يا جماعه. هحط معلقه شطه البقسماط، هناخد منه معلقتين. ده بقسماط يا جماعه كان عندي ونشف مني، رحت خلطاه وعاملاه في الكبه بتاعت الخلاط وحاطه له توابل. حط معلقتين البقسماط بقى اللي هو المطحون ده يا جماعه بميزته ان هو بيخلي الخليط يمسك في بعضيه لما تيجي تشكليه بيخليه ما بيفكش ان شاء الله. معانا هنعمل بقى في الكبه يا جماعه. انا هعمل النهارده برده وهدوقه واقول لكم طعمه ايه عشان ايه تتاكدوا ان هو حلو، لو طلع وحش هقول لكم يا جماعه ان هو وحش، بس انا يعني متاكده ان هو يطلع حلو. احط بقى بقيه الخلطه وهضربهم شويه في الكبه وبعد كده هرجع لكم واوريكم ايه. يبقى انا كده خلصت، مش هضيف اي حاجه يا جماعه تاني خلاص في الكبه. خلاص يا جماعه الخلطه كلها دخلت في بعضيها، يعني هفضيها هنا بقى واحطها طبعا في الفريزر شويه عشان لما اجي اشكله يتشكل معايا على طول. هفضيها بقى هنا. بصوا يا جماعه اهي اهي، جربوه يا جماعه ريحته جميله قوي والله من قبل ما يستوي، مش بكدب عليكم عشان انا اللي عامله يعني، لا هو ريحته حلوه. وبعدين الخلطه يا جماعه ما تنسوش هي بتبقى عليها كل حاجه حتى الملح، مش محتاجه تحطي اي حاجه. اقلبها بايدي طبعا شويه كده عشان الحاجات كلها تتجانس مع بعضيها كده اهي اهي. بصوا يا جماعه عمل معانا حبه قد ايه حلوين اهم. بصوا العلبه كبيره اهي وشايله ايه يجي نصها. طبعا لو اشتريتيه من بره بقى شوفي بقى العلبه بتبقى ب 23 جنيه، في علب ب 30 في ب 35، وما بقاش معمول طبعا زي ما انت عاملاه كده نظيف. هحطه بقى في الفريزر شويه يا جماعه وبعد كده ايه هشكله بقى معاكم وهوريه لكم عشان بس يمسك معايا وانا بعمله دواير. ماشي هحطه بقى في الفريزر وارجع لكم. بصوا يا جماعه انا سبته في الفريزر شويه اهو، ياخد بس حاجة بسيطة في الفريزر اهو عشان يمسك معايا اهو. هبتدي بقى اشكله وهحطه برده في الفريزر يا جماعة لغاية ما يمسك عشان لما اجي اقليه ما يفكش مني. طبعا احنا ما عندناش بقى حاجة البرجر، انا عندي غطا برطمان، غطا برطمان بلاستيك اهو، ومعايا كيس سندوتشات عادي خالص فاتحاه وحاطة فيه حبة زيت اهو. هناخد حتة كده كده اهي. اللي ما عندوش يعني حاجه البرجر ما يعملش، لا يعمل
اهو غطا برطمان عادي خالص. احط تاني حته هنا كده وتروحوا مشكلينه ايه في الغطا كده. طبعا حاطين الكيس عشان لما نيجي ننزل البرجر ما يلزقش اهو. طبعا لو في ورق زبده برضو يبقى احلى من الكيس. انا بظبطه بس من الجناب اهو عشان تبقى مظبوطه. ايه الهرسه فين؟ بصوا بقى يا جماعه عشان احس ان هي مظبوطه. بصوا هدوس كده بالهراسه. بصوا انا بدوس بالهراسه اهو كده. ما عندكمش بكوبايه، بظهر الكوبايه اهي. هي كده خلاص طلعها بقى من الغطا. بصوا بقى يا جماعه اهي اهي. احط كيس هنا كده عشان انزل عليه. اهي اهي. بصوا اعمل واحده معاكم تاني. طيب بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلف والله ولا حاجه. يعني هتجيب ربع كيلو لحمه، ولو عندك لحمه ماشي اعملي بيها. عندك لحمه، بصوا يا جماعه لازم اللحمه اللي هنعمل بيها يكون فيها سن الدهون بسيطه يعني مش كتيره عشان ما تفكش. ريحته جميله وطعمه جميل وفي البيت قدام عينك انت اللي عاملاه اهو بظهر الكوبايه بقى. وتروحي ايه كده دايسه عليها كده. اهي كده خلاص اهي. بصوا كمان انا ممكن اشيلها على ايدي يعني. طبعا احنا نيجي نعمل بقى اتنين تاني مثلا هتروحي حاطه الكيس كده، او ممكن تعمل الكيس كده وتحطي فوق هنا واحده هنا، تتني الكيس وتحطي واحده هنا فوق. هعمل بقى بقيه الكميه دي معاكم اهي وهوريها لكم بعد ما اخلص واحطها في الفريزر. احنا كده خلاص يا جماعه طلعناها هي خمرت خالص. بصوا يا جماعه اهي اهي. بصوا اهي. المصطفى هتقرب عشان نشوف اهو. بصوا هي كانت شويه وهتطلع بره العلبه. طبعا انا عملت فيها ايه، لفيتها بالاكياس زي ما قلت لكم كده وحطيت عليها بطانيه وسبتها ساعه بالظبط او ساعه ونص بالظبط. انا قعدت معايا ساعه ونص وهتلاقوها خمرت زي كده. بصوا يا جماعه بقى معانا هنا الصينيه اهي فيها دقيق اللي هحط فيها الكور بتاعت القرص، ومعايا الصينيه اللي هسوي فيها حاطه ورق زبده فيها اهي اللي هو الصاج يعني اهو. والصينيه معانا اهي ماشي. اول حاجه هنفتح بقى ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتح طيب الاكياس من عليها وابقى اوريكم عشان هتاخد معايا وقت شويه. بصوا يا جماعه وانت بتعمل الكور دي اللي انا قلت لكم عليها، تغطي العجينه بكيس كده على الصينيه اهو، كيس قماشه فوطه او اي حاجه بالراحه كده عشان وش العجينه ما ينشفش منها. ماشي يا جماعه، نسيت اقول لكم فقلت اقول لكم اهي. كده يا جماعه اهو انا عملتهم. بصوا اهو انا بس مغطيهم عشان الوش بتاعهم ما ينشفش اهو اهو. وعملوا هنا برضو حبه اهم اهم بس انا مغطياهم. هنبتدي بقى ايه نفرد ونحط ايه في الفرن. هجيب الصينيه بس وهفرد قدامكم. هنفرد بقى دلوقتي القرص. هنحط يعني زيت كده. بصي هتحطي ايدك بس كده اهو اهو خلاص. هنجيب بقى حبه زيت، ولو عندك الفرشه بتاعت الدهن بتاعت المعجنات ماشي، انا ما عنديش هستعمل المعلقه الصغيره دي. هنمسك بقى
واحدة اهي. طبعا احنا مغطيين العجينة يا جماعة اهي، اعملها تاني برضو كده قدامكم اهي اهي. انا مش هفردها جامد، انا عايزاها تخينة ماشي اهي. بصوا يا جماعة اهي اهي اهي، بصوا من الجنب تخينة اهي. هنطبقها كده، هنجيب بقى الزيت في المعلقة كده بالراحة خالص عشان ايه ما نهبطهاش، بالراحة بظهر المعلقة كده عشان ما تهبطش منها. ماشي اهي، ببقى برضه زيت كده هنا في ايدي، خد كرة تاني اهي اهي، افردها برضه نفس النظام نحطها فوقيها. هناخدها بقى ونحطها في الصينية اهي اهي. هعمل برضو واحدة تاني قدامكم، ناخد كورة من الكور اللي احنا عاملينها دي اهي، لو عندك زبدة صفرا ممكن تعمليها بدل الزيت، يعني سمنة أو زيت. اهي دي تاني واحدة اهي. نحاول نخليها تاخد شكل دايرة كده اهي. هعمل بقى الصاج ده كله وارجع لكم تاني اوريكم انا هحط في الوش ايه بالظبط. بصوا يا جماعه انا خلاص خلصت كده كل اللي معايا اهو، عمل الكميه دي معايا اهو اهو، ومغطياه طبعا عشان الوش ما يكشفش. دلوقتي هنعمل ال هندهن بيه الوش اهو، هدفيهم بس كده وغطيهم عشان ما ينشفوش. معانا معلقه سكر صغيره اهي، ومعانا معلقه لبن بودره اهي، معلقة واحدة اهي، معلقة ومعلقة، ومعانا كيس نسكافيه اهو اللي هو كوفي ميكس. مش حابة تحطي الحاجات دي حطي بيضاية وحطي معاها حبة سكر وخلاص اهو. هحط بقى حبة مية صغيرين على معلقة السكر ومعلقة اللبن ومعلقة النسكافيه. ده هندهن بيه الوش. ومعانا طبعا السمسم، انا جبت سمسم ويعني حطيته بس اطلع الرطوبه منه على النار حاجه بسيطه بس، واحطه على الوش برده معاه. جربوها يا جماعه والله بالطريقه دي هتعجبكم قوي. القرص بتاعه الكايزر اللي هو بتاع البرجر، وجربوا البرجر برده بالطريقه دي. انا حاطه البرجر يا جماعه في الفريزر لسه ما طلعتوش، اول بس ما يمسك شوية هبتدي اقليه. بس كده خلاص هنمسك بقى القرص اهي. انا مولع الفرن يا جماعة على 200،
هندهن بقى الوش بالراحه خالص عشان ما تهبطيش الحاجه بظهر المعلقه كده بالراحه. هعمل معاكم اول واحده واوريها لكم، وبعد كده هعمل انا الباقي ايه مع نفسي دلوقتي. صوب بظهر المعلقه، اللي ما عندوش الفرشه عادي يعمل بظهر المعلقه، بس ما يدوسش وهو بيدوس كده، بيدوس لا ما تدوسيش بالراحه خالص. بصوا انا بعمل ازاي، كمان مستخدمه معلقه بلاستيك عشان ايه ما تدوسش على حاجه قوي يعني. كده خلاص دي اول واحده دهنا الوش بتاعها، هنحط لها بقى سلسل. اعمل بقى الباقيين واوريهم اهو يا جماعه. انا خلصت الكميه اللي معايا، هي زي ما وريتكم انا مشغله الفرن على 200 يا جماعه، ومن تحت بس مش مشغله من فوق دلوقتي. لما تستوى تبتدي القرصه تستوي، يا دوبك احمر الوش بس. هدخل دي بقى معاكم. محدش يقول يا جماعه ان الفرن وسخ، لان انا هعمل لكم فيديو على تنظيف الفرن، بس انا سبته يتوسخ شويه عشان اقول لكم ايه الحاجه اللي هتحطوها فيه، وان شاء الله هتنضف لكم الفرن ده خالص، وهوريكم واعمل لكم فيديو في يوم. اهي في النص يا جماعه، ولا تحت ولا فوق، في النص. هسيبها بقى تستوي وابوريها لكم ما تستوي. هو كده خلاص استوى اهو، بصوا هطلعه بقى واحط التانيين. وبصوا يا جماعه اتحمر اهو من فوق، استوى. هتغطيه بقى عشان يفضل طري، وهحط اللي معايا الباقيين هسويهم كلهم وبرضه هوريكم. بصوا يا جماعه القرص خلاص خلصت وطلعتها من الفرن، بس انا ايه بصوا مغطياها بحاجه عشان تعرق. بصوا انا سايباها شويه بس عشان تعرق، اوعوا تسيبوها يا جماعه من غير غطا، لازم نفوتها او اي قماشه عشان هتنشف منكم الوش ويبقى حجر. انا قلت اقول لكم برده على التكه دي. بصوا يا جماعه بقى انا طبعا عملته طلع معايا 12 قطعه، وبعد ما خلصته بالغطا اللي انا وريته لكم اللي هو ده بتاع البرطمانه اهو، الغطا العادي ده البلاستيك، حطيته في الفريزر ساعتين، وبين كل طبقه وطبقه بصوا كيس اهو يا جماعه، اهو بين كل واحده وواحده كيس اهو عشان ما يلزقش. مش يا جماعه، وكيس تبقوا حاطين فيه حبه زيت. كده بقى انا هقلي معاكم البرجر وهوريكم انا هقليه، هحط زيت على النار وهقليه. انا حاطه زيت بايد اهو يا جماعه، وهقلي معاكم البرجر بقى كله. لازم الزيت يقدح يا جماعه. انا قاليه فيه بطاطس اصلا، لسه قاليه فيه بطاطس مقليه عشان اعمل بطاطس جنبيها. خلاص بصوا يا جماعه انا حطيته في الفريزر لغايه ما مسك شويه اهو. لسه شويه لما الزيت يقدح يا جماعه حطوه عشان بس ما يلزقش منكم. انا حطيته ساعتين في الفريزر. طبعا مش عايزه المعلقه دي خالص، انا عايزه اللي هي مفروده دي مغرفه زي دي كده عشان ايه ما يتخففش لكم وما تقلبوش فيه كتير. اهو يا جماعه بصوا حطيت اربعه فيهم كيس، وبعد كده حطيت اربعه تانيين. هقلي بس الاربعه دول معاكم، وبعد كده هقلي بقى انا الكميه واوريها لكم، بس انا هوريكم بس ان هي ايه مش هيجرى لها حاجه في الزيت. ما تنسوناش بقى يا جماعه باللايكات، اللايكات يا جماعه زودوا من اللايكات، انا عايزه الفيديو ده يوصل 100 لايك. شوفوا انا حلمي حلم بسيط.
هقلب كده واحده. ما تفكش اهو يا جماعه ولا حاجه، ولا حصل له اي حاجه اهو، ومضمون وانت اللي عاملاه في البيت. ال 12 قطعه دول يا جماعه بنجيبهم من بره بكام؟ بنجيبهم ب 30، في 30 اللي هو النضيف خالص خالص، ده اللي هو بحاجه 40 بس. احنا عاملين 12 قطعه نضاف، يا دوبك جبت ربع كيلو لحمه، وجبت ربع كيلو فول صويا، وجبت توابل البرجر ب 2 جنيه ونص الكيس، يعني ما كلفنيش حاجه. واديني عاملاه في البيت ايه، وعلى يعني ايه عارفه هو جواه ايه بالظبط. لما بتسيبوه في الفريزر يا جماعه وتيجوا تقلوه، هو يعني لما بيتساب في الفريزر لازم يتساب عشان يمسك في بعضيه، لما تيجي تقليه ما يتفتحش منك ولا يتقطع منك. شايفين الجمال وطعمه بقى جميل طبعا، ما هو من ايد. انا بشكرش في نفسي يا جماعه. هطلع بس معاكم الاربعه دول قدامكم كده، مش هفصل خالص عشان تشوفوهم اهو. انا بجرب معاكم الحاجه يا جماعه، حتى لو فشلت هقول انا فشلت، انا مش بخاف ولا بتكسف، لازم انا اقول لكم الحاجه باظت. ليه بقى؟ لما تيجي تعمليها بطريقتي هتبوظ منك وهتدعي عليا، فانا بجيب لك الطريقه بالظبط وبقول لك. ده لو اتفك مني كنت هقول لك اتفك اتفك على طول، ما فيهاش عيب، تغلطي وتتعلم الحاجه، لكن تغلطي وتقولي لا ده اللي مش هينفع. انا بقلبه عشان يستوي الجناب كلها اهو، وقلبته كذا مره اهو، ولا اتفك ولا اتقطع ولا اي حاجه اهو. ريحته بقى يا جماعه جميل طالع بقى، وانا بقلي كده فظيع. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه عشان شهر رجب. ما تسيبوش في الزيت جامد كتير يا جماعه عشان ما ينشفش منكم، ماشي؟ انا كده اصلا هطلع اهو. بصوا يا جماعه اهي، بصوا كمان تخينه على اللي انتوا بتشتروه من بره، يعني هي تخينه. انا هوريكم برده السمك بتاعها بس لما تبرد، امسكها في ايدي واوريها لكم تبرد، بس احسن لو مسكتها دلوقتي ايدي هتتحرق. هقلي بقى بقيه الكميه وارجع لكم تاني. بصوا اهو انا كده خلصت يا جماعه، قليت الهمبرجر وعملت معاه بيض عيون كده. بصوا يا جماعه بقى، بصوا عمل كميه قد ايه. بصوا بقى يا جماعه القرصه هتشبعكم هتشبعكم. بصوا اصلا عامله ازاي، وبصوا كده يبقى العجينه ناجحه. بصوا اهي، بصوا كده اهي، كده يبقى العجينه بتاعتك ناجحه وكويس اهي. هنبتدي بقى نعمل السندوتشات. انا عملتها كده بصوا عشان افتح كده. بصوا يا جماعه هنعمل بقى ايه، استنى انا نسيت احط الكاتشب، خلي القرصه. هنعمل بقى قدامكم السندوتشات، وتعالوا كلوا معانا يا جماعه. لو عملتوه بالطريقه دي والله يعجبكم قوي. انا معايا كاتشب، انا طبعا يا جماعه عامله طريقه الكاتشب عندي على القناه، فقلت بقى كسلت الصراحه المره دي اعملها، فقلت هشتري ايه علبه من دي، وجبت مايونيز اللي هو الاكياس الصغيره ده. اللي مش حابب بقى يحط الكاتشب ولا المايونيز براحته. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه اهو انا بصوا مقطع الحاجات دي اهي، طبعا اللي عايز يزود يزود، اللي عايز ينقص ينقص اهي كده اهي. هنمسك بقى اهي، بصوا حطينا الكاتشب اهو، هنحط الخيار، معانا بصل برضو مقطعينه اهو، هنحط بقى اهو. بصوا يا جماعه بصوا السمك بتاعه عامل ازاي،
اللي عايز يرص بقى يرص حسب ما هو عايز. يعني معانا بقى المايونيز اهو، بصوا يا جماعة اهو. هنحطه بقى هنا ونعمل الباقيين، وبعد كده هوريكم بقى انا عملت ايه. يعني هخلص كل ده وهوريكم كده. خلاص يا جماعة خلصت اهو اهو. بصوا عمل معايا كمية قد ايه، وصحي ومفيد يا جماعة، وفي البيت معمول على ايدك انت. وحاطة بقى انا بطاطس اهو عشان ناكل معاه بطاطس اهو. هوريهم ده ثاني اهو. تعالوا كلوا معانا يا جماعه، وقولوا لي بقى والنبي يا جماعه رايكم ايه في البرجر النهارده والعيش بتاعه. وهستنى بقى تعليقات حلوه يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.